تعالوا بقى نروح دلوقتي لفقرة الفيديوهات. وأول فيديو معانا بصراحة نتمنى أن المصريين يعملوا زي ما هنشوف في الفيديو ده، خصوصا أن الفتاة اللي في الفيديو هي فتاة أسترالية قررت أن هي تدعم السياحة في بلدها. قررت ان هي تدعم السياحة ازاي؟ البنت الاسترالية دي يعني مش بتبص لدعم، هي متطوعة لانها جات لها فكرة كده حلوة وقررت ان هي تنفذها. ايه الفكرة دي؟ ان هي تخترع طريقة جديدة عشان تصور السياح سيلفي. خلونا نشوف الفيديو.